طلعت هذه نظارات تجسسية، لكن آخر ما توقعت أنه يوصلني هدايا كاميرات تجسس. طبعا هذه ممنوعة طبعا في السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يا رب أوقاتكم بكل خير، كل التوفيق اللي في الامتحانات. اليوم عندنا ضيف جديد، ورحبوا معاي بالآنسة كريس. الآنسة أنيسة تعبانة شوية، وديتها وأعطوني هذه. الله يعطيكم العافية على موضوع كاميرات التجسس. الموضوع تراه صار كبير جدا، وبإذن الله الفلوق الجاي بقول لكم وش صار وش بسوي فيها. عموما موضوع بسطتنا، مشروعنا حق البسطة، ما توقعت يوصل التفاعل إلى أكثر من 11,000 تعليق، الله يعطيكم العافية. حنكمل هذا المشروع لكن بشكل ثاني. لحظة، ليش أنت منورة أكثر مني؟ لحظة، صح؟ نور الإيمان. إيه، إيمان من بنته. نور. أكثر سؤال جانا في التعليقات، وش نوع الألوان اللي استخدمناها في بسطتنا الجميلة؟ هذه هي الألوان. هذه الألوان. طيب وش اسمها؟ شو اسمها؟ Create Basic Kit. هذه مجموعة ألوان، بتلاقون أقل منها وأكبر، بتلاقون حتى أبو لون واحد. شوفوا هذه، أو هذه فخمة ذي. عموما بتلاقون فيها زي ما أنتم شايفين المغاط، وبتلاقين فيها gloves، تلاقونها عند قسم الألوان حق الملابس. يعني واضح حتى الفنايل اللي يبيعونها لكم هنا، فمكان مرة جميل للإبداع. ممكن تلاقوها حتى في أمازون، ممكن تلاقوها في المكاتب موجودة. شوفوا، اخذناها بدولارين، يبيعونها الحين حول $7 مع الضريبة، يعني ضعف وزيادة. طيب موضة، سووها في بيتكم والله العظيم تستمتعون. بسم الله، ورجعنا لكم في بسطة نيشن. بسطتنا الجميلة، لكن اليوم غير 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 مرة غير. حركات وشو؟ ايوه الله يستر. وشو هذا؟ كولكس. حلو. طيب اول عمل بسرعه، اول عمل حيكون بلوزه سوداء. بلوزه سوداء. حلو، يعني موجوده في كل بيت اكيد. نحتاج اي صوره تحبوها. بيفر، خذوا صوره بيفر. طبعناها وقصناها. طيب هاي خلينا نشوفها مره ثانيه. ابد، هذه من الطابعه، يعني طابعه ليزر، وعلى طول تقصقصونها وخلاص اي رسمه تبونها. طيب نجمة، ايش في ذا؟ هذا خله ما اذن عشان تاخذ البسطه. نحتاج قفاز. حلو حلو. ونحتاج علبه سبري بارو، اللي هو العلبه هذه ايش سوينا فيها؟ كرولكس، ولان فيها كلوركس ما راح نخليها الاطفال، فاطلعي برا جوانا. راح نسويها طبعا، بس الامهات او احد كبير يسويها. طيب يحطون القطوة على القميص. احنا ناخذ هذه كذا. حلوين. نحتاج اي شيء، اي لوح مثل كذا بلاستيك، ونخليه من النص. كويس. مثل كذا عشان ما يطبع من الجهة الثانية. حلو؟ لان الكلوركس على طول يطبع على الجهتين. يخرب كل شيء. يلا. الحين بعد ما خلاص صار ثابت، راح نرشه بالكلوركس، بس نحاول ان نبعد الاشياء اللي على الجنب. حلو. انتبهوا. حلو، راح نخليها الين ما يمسك اللون. حلوين. طيب وننتظر عليها الين ما يخلص. على بال ما تتغير، شوفوا بدات معالمها تتغير. نشوف الحركه الثانيه، طبعا حتكون مختلفه كليا. جوانا قطوتك دخلها خلاص. والطريقه الثانيه حتكون أي. سبراي بينت. يعني شو اسمها سبراي بينت؟ يعني مقلقل. كويس. بخاخ الالوان، يعني فابريك. فابريك عجل، اللي هو بخاخ الأقمشة، موجود في السوق يا جماعة، في كل مكان تقريبا ب10 ريال هنا موجود، لكنه أرخص بالسعودية أكيد. يب. طيب وش بعد يا ريما؟
عندنا بورد ولا لوحة مكتوب عليها كلام يعني Hello Sunshine. اي creative. Hope is the soul. Hope is the hook of the soul. حلو. هذه من وين؟ هذه ترى من السوق. تجيكي جاهزة أو إنك تتسويها في البيت، بس حياخذ وإنك وقتك تقطيع مثل ما سوينا في الفقرة الأولى حق القطاوة. عزوز نبدأ معك. أيوه. معنا اليوم فنيلة صفراء. يلا عزوز الحين. لا أبعد أبعد. أبعد. شكلك تكتب على جدران واجد أنت. أيوه. هذا خطأ. أيوة. وش قاعد بابي ليه يا باب وش قاعد تسوي؟ الجدران أصلي حبها بي. باب الصفراء. طبعا شخبط طيشن وخربط طيشن. عزوز ايش قاعد تسوي؟ ايوه يسوي زي حقين لوس انجلوس. ايوه. النتيجه النهائيه لشكشوكه قميص اسميها الشكشوكه. الله عليك حركات. يلا يلا بسرعه ما شفته انا. الله فنان. بخاته فنانه ولا وشو؟ ارفعها يا بابا. شوف كيف صارت. حلوه والله. هوب اوف ذا سول. يعني طلعت شوي هنا بس حلوه. بس حلوه المكس والله. شكشوكه طيبه يا عزوز والله. حتى اللبس هذا شكلها حلوه. هذه حلوه. طيب الحين دور ريما. لازم نبيع القمصان هذه. خلاص انا اشتريتها لكم، انتم بيعوها علي. اوكي نفس الخسائر يعني. ريما وش الكلمه اللي عندك؟ هلو سانشاين. هلو سانشاين يعني اهلا بالشمس المشرقه. انا كلنا كلنا انا اي مضاربة ديكة ضربة دجاج. يلا الحين بنبدا في هذه. ما تحطي شيء هنا يا ابوي عشان لا. يلا سانشاين صح. ايوه يا عيني. ويلا نشوف النتيجة. يس يس. شيل اللي على جنب. الله يستر. هذه ابيض. يلا ارفع الفانيلا. حلوة حلوة حركة الأحمر بطلة مرة حلوة. حلو. هلو سانشاين. حلو. يلا دورك. اي ما شاء الله عزوز لبس شكشوكته. اي شكشوكه. يلا يا جوجو. جوجو وش كاتبة؟ I am very creative. يعني انا فنانة. انا مبدعة. ايوه وش دخل فيه ما ادري. والله فنانة جوانا. تدري وش قالت؟ قالت بأخلي لكل كلمة لون. يا شيخ اعطي هذه الاولى. فعلا كرييتيف. ايوه يلا يا جدي انا بدي. يلا كمان كمان. بخاتي على يد امك انت. اكثر بعد. ايوه الله. اخر كلمه. يا ساتر. نشوف الشخبطه طيشن. ايش صار سكريم ذاك؟ ايش ذا الالوان ثلاثه؟ اوه يو ار فير كرييتيف. I am very creative. تدري هذه وش يبغى لها؟ نحط لها صورة نجمة هنا، نخلة هنا، بعير، أي شيء يغطي الأشياء الناقصة هذه. بس حلوة. أي أنت سويتي كذا. الحين نجي ندور القطوة. شوف الكلوركس والشوة. الكلوركس قاعد أقول. أيوة. ترى. شفت كيف؟ حركة. حلوة مرة حلوة. الحين هذه طبعا نغسلها وبعدين نلبسها. صار فيها صورة القطوة. ممكن بس نعدل عليها بالعيون ولا جنحان إذا في واحد معه أجنحة تصير حلوة. شو بس كلوركس وصورة من الطابعة بس انتبهوا عليها. أمورك حلوة يا عيني يا عيني. حلوة ريمة وجوانا وعزوز. حلو كلها كلمات إيجابية. حلوين. حفلة هنا. طيب باقي عندنا شغلة واحدة مهمة صح؟ يلا سويها يا ريما. واخر بسطتيشن هذا ينقل يعني مؤثرات. حكون شيء يعني يفجر العقل. أوه 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 أوه. يا ساتر يا ساتر. حنستخدم كروليكس. والله من انك تنطقها اوكي. يا رب ما متعودة مع البريسز شلتهم. اي كويس. ما حنجرب نحطها مع الوان من حلقه البسطه روتيشن الاولى. حلو يعني الوان اقمشه وكلوركس. الله الله يستر يابا. طيب اهم شيء اول شيء قفازات. حلو بعدين حناخذ بلوزه سوداء. حلو ونلفها من الوسط زي كذا. كويس يمديكم تستخدموا الشوكه اذا تبغوا. حلو
زي كذا. حلو، صارت سينمون. صار سينمون صح. حلو. وبعدين ايوه ربلات ولا مطاطات اللي تسموها رابر باند. حلو. And we're gonna secure it and شو اسمه نحطها في مكانها. هذا هو الشكل النهائي، بيكون شكل هذه الوردة. حلو. الحين حناخذ البليتش اللي هو الكوريلكس. ايوه. ونحط احطها كل مثلثين يعني ايه لا ايوه لا ايوه لا فهمتوا؟ يلا اوكي. طيب نعبيها. اه طيب دخل على المثلث عادي؟ عادي عادي. شخبط طيشة شخبط طيشة يا أخي. زي هذه لا بدل هذه إيه. يعني عندنا كم؟ ست مثلثات نسوي على ثلاثة. يب. وبعد ما خلصنا حنحط عليها الألوان. حلو. خلصنا الكلوركس تغير لونه بعد. طيب. الحين نحط عليه أخضر وأحمر وكم إيش أزرق؟ وأزرق يلا. بس الطريقة. بس إيش في المثلثات الفاضية صح؟ والملونة. أوه. عشان البليتش يخلي اللبس لونه أبيض. حلو. واللون يعني يروح مكانه. حلو. ويصير ملون. يلا انا ما فهمت شيء بس يلا. ايه. اوكي. عزوز. بليلة بلبلولي. تبيعون بليلة؟ تقال مع. اوه. اسود خلاص. وات؟ الحين بتخرب البلوزة بس ننتظر. ننتظر ايوه ننتظر. بعدين نغسلها ويطلع الريفيو. الله الله الله. اسود. يلا يا بابا نفكها، المفروض يبغى لها غسيل بس نشوف النتيجة النهائية. المقلقل. وش كيف يعني تشتغل؟ تصلح يعني. تضبط يعني. اي تضبط. اوه. اوه 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 ما شاء الله والله فنانة. كأنها دراجونز صح تنين؟ والله يا بابا فنانة، ريحتها خايسة من الكلوركس. ريحة الكلوركس. هل ما شاء الله إن شاء الله. الجنجر انفجعت. فنانة. والله إبداع. حبيتها والله. إبداع إبداع يا ريما ما شاء الله عليك. Looks like a black dragon. تعال أنت يبيلك بخاخ. حطك الشيخ معيض. أتمنى عجبكم هذا الفيديو. وشو؟ الله. أي حركات. إبداع. شوف. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، أهم شيء السبسكرايب. باي باي. كشفك رجال معيض. الحين مين ينظف هالحوسه كلها؟ أنت. ما لي دخل، بهرب، روح عني. التنين. محاولات أم عزوز عشان تعطينا القميص وحش الكبده. الله يستر. في هواء من بعيد. يلا من بعيد. المشكله انك تتحرك. جربي. الله طارت النقط. حلو. روحي روحي كملي كملي. حلو حلو هنا شو؟ شلون اوكي أي. واضحه حلوه لا بأس. اي الله يا احسن كبده. الله حلوه لا بأس. عزوز ما غير يخرب. يلا حلو. اشوف ايش صار. طيب الكلمة مقلوبة. يا ويلي خرب الشريط عندك. يلا يلا يا جوجو. هلا هلا معيض. الله حية. تعال هاي مجدي تعال يدوينك. فون. الله يعطيكم العافية على موضوع كاميرات الجهاز. قاعدين يقطعون ورق الشجر ويضبطونه هنا. شوف ابداع ابداعات عزوز وجوانا ما شاء الله. رائع رائع. يلا يلا. في بق حشرة. بخيتي على الحشرة. مع التطير خلاص صار لونها غير. اي صار لها شعر. حلوة حركاتك يا كريتيف. ايش قاعد تسوي؟ تنفس صناعي انت؟ لا قاعد اخليها زي الورقة. ايش معناها فلات؟ فلات مسطحة. بوردني صح عليك مسطح.